اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم قررت لكم نكته على السريع. وليك هذا واحد مغربي راح تقدم على برنامج هيك تبع الهوات وهيك. اول ما راح لعندهم صار عم بيغني لهم زلمه صوته كتير حلو. وشو صار؟ انه واحدة من تبع الجوري قالت له ليك يا زلمه صوتك كتير حلو، من علمك تتغني؟ صار عم بيقول لها انه امي. قالت له شو؟ قال امي. قالت له اه كتير منيح عن جد امك، انا جد امك نيتنشي. اوكي خلاص.